الإعلان اللي قاله المسيح بعد كده في قيصرية فيلبس، وده بقى حجر الأساس في من هو المسيح. فجاء من يقول للناس إن أنا ابن الإنسان، من يقول أنه إيليا، من يقول أنه إرميا، من يقول أنه واحد من الأنبياء. لكن بطرس بإعلان من الآب قال له أنت هو المسيح ابن الله. وهذا الإعلان إعلان كامل عن من هو المسيح. ابن الله يعني المعادل لله، يعني المعبر عن الله، يعني الموازي لله والمساوي لله والمعلن لله، ليس خرج من الله. ابن الله مش معناه خرج من الله، لكن هو مع الآب والروح القدس أزلا أبدا. قال له المسيح طوبى لك، وكأنه يقول هذه هي الإجابة الصحيحة بالتحديد عن هذا السؤال، من هو المسيح؟ من هو المسيح؟ إنسانا نبيا عظيما معلما بيرفكت، لكن هو الله الظاهر في الجسد. وعلى مدار كلام بقى المسيح وكلام الرسل فيما بعد، بولس يقول في كولوسي واحد أنه صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، ويتكلم عندئذ عن عمله على الصليب ويقول ويصالح به الكل لنفسه صنيعا الصلح بدم صليبي. فالمسيح كان ينبغي أن يعلن في مواقف كثيرة من هو، من هو بلاهوته ومن هو بناسوته، كما جاء في إعلان قيصرية فيلبس.